السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايب قلبي، نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هأكل البط بتاعنا دلوقتي، هخلط له كده مع بعضنا الخلطة اللي انا عاملاها مع حبة حاجات كده. المهم ايه، انا بحب أكلهم معاكم يوم بيوم، حتى لما اللي بيحصل عندي حالة افتراس او حاجة بتحصل في الطيور بقول لكم عليها. لازم نبقى يا جماعة ايه، نبقى امنا مع بعض، ما نوريش الحلو ونخبي الحاجه الوحشه. لازم كل حاجه ايه، انت بتصوري طيور لازم تصوري الحلو وتصوري الوحش. في حاجه مثلا عندك لا قدر الله بتموت، حاجه عندك بتظهر في الطيور، برضو دي حاجه ايه بتوعي بيها الناس. يعني الطيور ممكن يكون جالها افتراس، ممكن يكون عندها نقص في حاجات، فانت ايه بتقولي للناس عشان الناس تستفيد برضو. المهم طبعا البط بتاعي اللهم صل على النبي، كانوا دول يا جماعة اللهم بارك يا ربي كده كانوا 17 بطة، مات منهم اتنين، اتبقى ايه ال15، والاتنين اللي ماتوا كانوا بصراحة ربنا كانوا احلى اتنين فيهم، كانوا ما شاء الله زي البودة اللي قاعدة هناك دي اللي هي صدرها ابيض دي. المهم ايه، فدا ولادنا مش مشكلة. انتوا عارفين انا بحب البط اللي هو المسكوفي دوت، يعني اكتر من الخليط ده، بس هو الخليط مش وحش ما شاء الله برضو اللهم بارك، مش وحش. المهم ايه، الاتنين اللي تعوروا كمان انا عزلتهم لوحديهم، مرضيش اخليهم مع الطيور عشان مش هيبطلوا عض معاهم. انا صورت معاكم الفيديو لما الاثنين ماتوا وحاله الافتراض دي ظهرت عندي، قلت اقول لكم بقى انا عملت ايه. انا مسكت البط كله يا جماعه، قصيت بقه كل البط، ما خليتش بطايه ما قصيتش بقها، عشان ايه؟ ده حل السريع، ده اسرع حل، ونظبط الدنيا مع الطيور شويه يا جماعه في العلف، نظبط الدنيا معاهم في الاعلاف بالبط بالذات. الفراخ الكبيره ما عليكي مش مشكله. على فكره الديك ده يا جماعه هتقولوا لي هو كشش كده، هو كده على طول سبحان الله، بقى له اسبوع على النظام ده، بس بيجري وبياكل ومفيش اي حاجه. المهم ما علينا، هو بيخرج كده يروح ايه مزقور وسط البط. حبيت اقول لكم انا يعني اسرع حاجه عملتها، قصيت المنقار بتاع البط، البط هدي شويه معايا ما بقاش ينتش في بعضه. الاثنين طبعا متعورين، طول ما هم متعورين قدامهم بيعضوا فيهم وبيعورهم اكتر. انت لازم لما يظهر عندك حاله زي كده اعزل المتعور على طول، ما تخليهوش ايه قدامهم، طول ما هو قدامهم هيفضل ايه ينتش فيهم وهيعورهم لك اكتر. فطبعا عزلتهم لوحدهم. حبيت بس اقول لكم انا عملت ايه، اكتر حاجه هتبقى هتجيب معاكي نتيجه قص المنقار في الاول، وبعدين بقى هتظبطي بقى الدنيا في الاملاح، هتجيبي املاح معدنيه من البيطري، هتجيبي فيتامينات، هتجيبي الحاجات دي. بس والله عن تجربه، عن تجربه انا قلت لكم في الفيديو بتاع البط الصغير، عن تجربه العلف هو اللي بيظبط الدنيا مع البط بالذات، طول ما بياكل اعلاف ما بينتش ببعضه. لكن انا غلطت غلطه ان انا قعدت اسبوع ما ادلوش ولا حبايه علف، غلطت غلطه كبيره يعني. فدي غلطه يعني، هتربي بط اغرمي بقى، هتغرمي شويه، ما هو مش هينفع يعني اسيب الطيور كده. انت ممكن تجيبي خلطه جاهزه من العلاف، بيبقى فيها طبعا العلف والذره والدشيشه وفول والحاجات دي، تبقى فيها بروتينات برده مش وحشه. لكن انا كنت بحط كزب مع الدشيشه مع حبه علف من بتاع البط، وكان عيش، ما فيش عيش كنت بحط الخلطه اللي انا عاملاها دي. فطبعا هي اثرت عليهم شويه الاسبوع ده، بس ان شاء الله هيتعافوا مع الاكل اللي انا هحطه لهم، وهنظبط الدنيا ايه مع بعضنا. تعالوا بقى مع بعضنا كده نشوف ايه احنا هنحط الاكل اللي هنحطه دلوقتي عباره عن ايه. انا عملت خلطه العلف والحاجات اللي انا عملتها الجديده دي وحطيتها وصورتها معاكم وهنزلها لكم ان شاء الله. طبعا شايفين الفرخه يا جماعه، شايفين البط بياكل قدامهم، هحط له الاكل وهم بقى هيتجننوا عايزين يخرجوا. بس مش مشكله، انا هاكل البط الاول وبعدين ايه اخرجهم. المهم طبعا يا جماعه بصوا الخلطه اللي انا عملتها دي، اهي فيها نسبه علف حلوه يا جماعه، نسبه علف حلو مع الكزب مع الدشيشه، هم دول الثلاث انواع اللي انا حطيتهم على بعض. ويا سلام لو حطيتي شويه فول حته بقى هتظبط الدنيا. طبعا معانا ايه، معانا حبه عيش، ودول حبه لوبي على حبه رز، مش طبيخ لا، هم حبه لوبي انا اصطدتهم من الصلصه كده وحطيتهم. انا ما بحبش احط للبط ايه طبيخ وهو لسه ايه ما قفلش ريش، بخاف من اللي بتعب بصراحه ربنا. هو كده كده البط بيتعب اساسا فمش ناقصه. طبعا ايه شويه العيش مع شويه العلف دول، هنظبط لهم الدنيا شويه كده، نقلب ايه كله مع بعضه. عايزه اقول لكم زعلت جدا على البطتين اللي ماتوا دول، بس رجحت قلت حاجه بتفادي حاجه مش مشكله، يعني فدا ضفر من ضفر ولادك. اي حاجه تزعل عندك تحصل عندك ما تزعليش، قولي الحمد لله. انا عارفه بيبقى في زعل في الاول وزعلت، مش هكدب عليكم مش هقول لكم ما زعلتش، بس فرحت ربنا رجحت تاني قلت الحمد لله. زي ما بقول لكم كده دايما اللي يجي في الريش ايه بقشيش، سيبوها على الله. تعالوا بقى نحط لهم ياكلوا عشان هم ايه ميتين من جوه.
اللهم صل على النبي. ربنا يا رب يبارك في دول. انا مش زعلانه خالص على اللي ربنا افتكرهم دول، مش مشكله، الحمد لله كل جيب ربنا كويس. طبعا انتوا كنتوا شايفينهم يا جماعه وانا بصورهم معاكم، ايام ما كنت بحط لهم كل يوم حوالي نص كيلو علف كده، كان يومهم بيومين ما شاء الله. النهارده من يوم ما بطلت نسبه العلف والبط بتاعي بصراحه ربنا ما جاش يوم لقدام، مش هكذب عليكم، لازم ابقى صريحه معاكم. طبعا هتلاحظوا هتلاقوا البطايه اللي في النص دي اهي متعوره في ظهرها، بس الحمد لله حطيتها بتادين وعالجتها. اسفه يا جماعه. فالحاجه لما تكون كده بتلحقي، انا اول ما حصل للبط كده رحت ماسكاه غسله له الجناحات والحتت اللي اتعورت فيه، على طول تغسلي بميه، تحمل البطايه كده بشويه ميه وتروحي حاطه بتادين على طول، تطهري له الجرح على طول، وتروحي عازله زي ما قلت لك ايه الحاجه اللي متعوره عندك، هتلاقيها بتخف لوحدها. طول ما هي قدام البط هيعورها اكتر وهيبهدلها. بقول لكم اتنين ما كانوش فيهم والله اي حاجه، مسافه معوروهم بالليل لحد الصبح، على الصبح كانوا نهوا عليهم، كان لقيتهم خلاص مقاومين كده ميتين. الحمد لله الحمد لله، في حاجه كده بتجي على غفله بصي بتبهدل لك الطيور، بس ارجع واقول الحمد لله يا رب. هو يعني كانت غلطتي ان انا قللت العلف، معلش احنا هنكلف نفسنا يا جماعه لحد ما ايه الدوره دي تعدي معانا بخير وسلام، بس مش هنكلف نفسنا برضو، هيبقى في على قدنا. الخلطات اللي احنا بنعملها دي يا جماعه مش وحشه والله، موفره برضو. يعني انا حطيت على الخلطه مصورها لكم، حاطه حوالي 10 كيلو علف. ما هو انت هتقللي العلف، بصي حاجات هتموت عندك، هتزعلي عليه، هتزعلي على طيورك. فليه اللهم صل على النبي. طبعا هم بدا يظهر فيهم نسبه ذكوره حلوه ما شاء الله. انا بحب دوره البط لما تطلع ما شاء الله كده زي من البيضه، يبقى فيها نسبه ذكوره كتير، بفرح بصراحه ربنا. هي الذكر بيشيل اكتر من النتايه بصراحه. لكن عندكم نتايه، بصوا هدي النتايه اللي في النص دي، يعني بصوا مسنكحه زي واللي جنبها دي، تقريبا نتايه برضو. انا بصراحه ربنا ما بعرفهمش الا لما يكبروا، اما يكبروا قوي ويظهروا اعرفهم، لكن طول ما هم صغننين كده ببقى ايه يعني مغشوشه فيهم بصراحه. يعني دوت ممكن ايه، ممكن يكون ذكر ده الكبير ده، واللي بياكل في النص ده برضو كده، فلما يكبروا هيظهروا اكتر ان شاء الله. البط يا جماعه لما يبقى معزول لوحده وبياكل وبتهتمي بيه بيطلع يوم وبيومين، بس للاسف انا حاطه معايا الفراخ، فعشان كده ايه المكان هو اللي حاكمني. وطبعا البط بصوا بياكل بالراحه ازاي، عشان بقه انا لسه قصه له النهارده، قصه بق البط الصبح. يعني لما صورت لكم البط اللي مات كان الصبح، الفيديو ده اخر النهار في نفس اليوم برده، فبقه عشان لسه متعور فمش عارف ياكل، طبعا زي ما يكون بقه لسه القشره اللي فوق دي بتساعد معاه برده في الاكل، فهو كده بياكل ايه على مهله. بصوا القشره دي بتقعد اسبوع وبتطلع، ما تخافيش وتقولي الطيور مثلا لا هتصعب عليا بقها هيجيب دم، مش احسن ما تخسري طيورك؟ بس في ناس تقول لا حرام ما تقصوش البق يا جماعه، حرام ان انا اسيب حاجه تروح مني.